تعلم اللغات قديش مهم اليوم بحياتنا، قديش مهم بعملنا. واليوم سوق العمل دائما عم يطلب باي سي في الى جانب الخبراء اللغات، فرح نحكي اليوم عن هذا الموضوع. ده هو مهم قديش مهم ايضا بالانفتاح والتعرف على ثقافات اخرى، وبيساعد على اتساع المدارك عند الانسان. أكيد يا رشا، كتير مهم نحن اليوم نحكي بأكثر من لغة لجانب لغتنا الأم، لأن هذا الشيء بيعتبر مهارة كتير مهمة لكل الفئات العمرية، ولا سيما الأطفال يلي هنن محور حديثنا واهتمامنا لليوم بتعليمهم لغات مختلفة، يعني من عمر صغير لحتى يتقنوا لغة معينة ويستفيدوا منها بالمستقبل، إن كان بدراستهم بحياتهم الاجتماعية وأيضا لما يدخلوا بسوق العمل. فأكيد للأهالي، للمؤسسات التعليمية، المدرسين دور كتير كبير بتعليم هدول الأطفال اللغات بشتى الطرق والوسائل اللي رح نتعرف عليها اليوم سوا مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة منيرة خضر، أستاذة بجامعة دمشق كلية الآداب. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا بحضرتك. واليوم الموضوع اللي عم نحكي عنه صار يعني مطروح جدا ومطلوب أيضا. خلينا بداية من خلال حضرتك وتجربتك نحكي عن أهمية تعلم اللغات. أول شيء صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل المتابعين ولكل المهتمين باللغات الأجنبية بشكل عام، وكل الدارسين للغات الأجنبية بشكل خاص. طبعا اللغة بشكل عام هي وسيلة للتواصل، وسيلة لتبادل المعلومات، هي عبارة عن جواز سفر يمتلكه الشخص للوصول إلى الحضارات الأخرى، وهناك آفاق كثيرة يمكن أن تفتحها اللغة. طبعا الحديث يطول، لا يمكن ان نختصره في هذه العجاله، ولكن يمكن ان نقول ان اللغه هي وسيله للتواصل بين كل افراد المجتمع، ولكن اذا كانت اللغه اجنبيه فتختلف، غير اذا كانت لغه مثلا لغه كلنا نتحدث نفس اللغه فالتواصل سهل. هناك رساله قد تصل عندما اتحدث بالعربيه وكل من يجلس معي يفهمها، لكن اذا كنت اتحدث بلغه لا يفهمها البعض فرسالتي لم تصل، لم يكن المتلقي يستوعب ويعرف ما هي هذه اللغة. تمام دكتورة، اليوم كثير من الأهالي بيقولوا لك أنه أنا رح علم طفلي من الصغار على لغات مختلفة، هذا الشيء ممكن يكبر معه فعلا يتقن هي اللغة لما يكبر بالمستقبل، لكن بنفس الوقت بعض الأشخاص بيقولوا لك أنه لا، أنا ممكن على كبر علمه أكثر، لأنه في حال بلشت معه من الصغار رح يصير يمكن عنده خربطة بين لغته واللغة الأم، هون يمكن يصير في عندنا مشكلة. اليوم حضرتك دكتورة بأي عمر بتنصحي أنه نحن نعلم أطفالنا لغات أجنبية؟ في الحقيقة الطفل أذكى مما نتوقع، وعندما نقول يجب ألا نعلم الطفل أكثر من لغة فهذا أمر خاطئ. يجب أن نبدأ بتعليم الطفل اللغة عندما يكون لديه استعداد، فيمكن أن يكون في المرحلة مثلا التي تسبق الروضة مثلا في عمر 3 سنوات أو 4 سنوات. فالطفل ذكي جدا، وأذكر لك بعض الأمثلة. مثلا عندما يكون الطفل لديه أب أو أم من يعني يتكلم لغة أخرى، فهو يقوم بدور المترجم ما بين الأب والأم، فهو يتقن لغة الأب ويتقن لغة الأم ويترجم لهما هذه اللغة. وعندما يسافر مثلا وتكون اللغة في البلد الأجنبي مغايرة للغة الأب والأم، فهنا الطفل يصبح ثلاثي اللغة، وأيضا يتقنها أكثر من والديه، لأنه في مثلا ما أقرانه يتحدث اللغة يتبادلها. إذن يجب أن تكون اللغة ممارسة ومطبقة، ولا تبقى فقط حبيسة في الدماغ فقط أو بين الكتب أو إلى آخره. فالطفل يجب عليه أن يتعلم اللغة عندما تتوافر الإمكانيات اللازمة من مدرسة أو وسائل تعليمية إلى آخره. ودائما نحن بنقول دكتورة أنه الطفل يعني سفنجة اليوم بيمتص كل المعلومات، إن كان معلومات إن كان قيم إن كان حتى لغات. يعني حتى يعني إذا دخلنا كورس بتقارني بين حدا كبير بالعمر وحدا طفل بتلاقي مستوى الطفل أفضل. يعني خلينا نحكي اليوم عن المهارات عند الأطفال اليوم، شو ممكن تزيدهم مهارات تعلم اللغة؟ طبعا حضرتك يعني لا يخفى عليك كيف أصبحنا في زمن العولمة، كيف أصبح هذا الكون عبارة عن قرية كونية صغيرة. صحيح. أنا في سوريا مثلا، لدي طفل في سوريا يمكن أن يطلع عن كل ما يجري في هذا العالم من خلال الجهاز اللوحي صغير أو ما ينطق عليه الأجهزة الذكية، فيتعلم اللمس قبل أن يتعلم النطق. صحيح. فعندما يسمع اللغة فهو قادر أن يكرر هذه اللغة قبل أن يفهم ما معناها، وبعد أن يكبر قليلا
جميلا وتنمى لديه الإدراكات الحسية والمعنوية، وكل ذلك يبدأ بتصور ماذا تعني مثلا وردة يربطها بهذا المعنى، مثلا بيت يربطها بمعناها اللغوي. لذلك تساعد هذه الحضارة أو التكنولوجيا الطفل على التعلم أكثر. فمثلا يشاهد فيديو فيه قصة للأطفال، يشاهد أغنية للأطفال، فهو يحفظها سريعا. فالإمكانيات المتاحة كبيرة جدا أمام كل المتعلمين، وخاصة الأطفال في هذا الزمن التي يعني عنوانها العريض، التكنولوجيا وكل أشكالها المختلفة. صحيح، وأحيانا نشوف من أطفالنا يعني بيحفظوا أغاني ما بيعرفوا شو معناها طبعا. يعني بيطبقوها وتكون الأحرف معنا يعني صحيحة، ولكن خلينا نقول ترجمة ما في يعني. هي بداية جميلة يعني. أكيد. طيب دكتورة، اليوم لنفترض أنه هذا الطفل تعلم لغة معينة، كيف أنا اليوم بدي أعرف تقييم مستوى هي اللغة عنده، كيف تطورت؟ هل من خلال الامتحان التقليدي أم لا في مقاييس ثانية أنا من خلالها بقدر أكتشف أنه الطفل تعلم أم لا؟ طبعا الطفل لما قلت امتحان تقليدي فممكن الطفل ما بيعرف يكتب لسه، فمن خلال الممارسة، من خلال لفظ، يعني من خلال ادخل حديث مع الطفل مثلا، يعني عبارات محدده معينه، اساله عن عمره مثلا، ماذا يحب، ما اسم هذا الشيء، ما هي مثلا ما اسم الحيوان الذي راه في هذه القصه، ما الذي اعجبه مثلا، بهذه الطريقه. اما اذا كبر الطفل قليلا واصبح قادرا على ان يكتب مثلا كذا، يمكن انا ان اجري له امتحانا تقليديا عاديا كي امتحن واسبر خبراته اللغويه، ومن خلال ايضا التبادل مع الاقران كما أسلفت سابقا، أنا أضعه في مكان كله يتحدث مثلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك، وبهذا أعرف هل الطفل فعلا قادر على التجاوب مع اللغة، هل هو يفهم ما معنى هذه اللغة أم أنه يحفظ فقط حفظا، يعني لا يمكن أن يستوعبه ولا يمكن أن يربط المسميات بالأشكال وغيرها. طيب خلينا نروح لموضوع الصعوبات وأيضا مستوى الطفل الذهني يعني بتعلم اللغة. وقد اليوم نحن مفروض ننتبه إذا كان الطفل عنده مشكلة صعوبات تعلم، يعني بعيدا عن موضوع اللغة، يعني المقارنة بين طفل وطفل، شو هي أهم الصعوبات اللي ممكن تصادف أي حدا حابب يعلم طفله اللغة؟ أول شيء الصعوبات، يعني صعوبات مادية مثلا، أن يكون الطفل في مكان عفوا لا تتواجد مثلا في وسائل للتعليم مثلا، فقط لا يوجد، يعني لا يوجد وسائل، مثل لا يوجد موبايل، لا موصول إلى إنترنت مثلا، لا توجد قصص باللغات الأجنبية، لا يوجد تواصل. فمثلا طفل بمفرده في المنزل وليس لديه أي مقومة من مقومات تعلم اللغة، فكيف يمكنه أن يتبادل هذه اللغة مع الآخرين؟ هذه إحدى الصعوبات. أو مثلا أن يكون يعني أن نربط أو أن تكون اللغة بشكل عام، يعني هذه ليست فقط للأطفال، هذه النصيحة التي يمكن أن نوجهها، يجب أن نأخذ اللغة متعة، كمتعة تعلم اللغة متعة وليس إجباري، أو مثلا عندك امتحان لغة يعني بحس أن اللغة أنا خايف منها، فهذا الحاجز يجب أن يكسر، هذا الجليد يجب أن يكسر، ويجب أن أتوجه إلى الأطفال وإلى غيرهم من محبي اللغات الأجنبية أن اللغة متعة، أنا أتعلم لغة فأنا أسافر إلى دولة أخرى وأنا موجودة في بلدي، أنا أشاهد ما يجري في هذا الكون حولي وأنا في بلدي. فهذه إحدى الصعوبات التي يمكن أن يواجهها متعلمي اللغة. صحيح. يمكن لما نحكي عن موضوع علمي ربما تكون السلبيات قليلة نوعا ما. طيب خلينا نوضح اليوم شو سلبيات وإيجابيات تعلم اللغات. هلا سلبيات اللغة، أول شيء نحكي عن السلبيات، أو أن ننسى لغتنا الأم مثلا، وهذا ما يمكن أن نراه مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد تحولت اللغة العربية إلى اختصارات مثلا، وأيضا إلى سمايلات أو إيموجي نسميها، أو نكتب مثلا بلغة بحروف لاتينية، فهنا تضيع اللغة، وهنا يعني هذا يؤذي العين ويؤذي كل شيء. ممكن أن ننسى اللغة، فمثلا في حديثي ممكن أنا يعني أذكر كلمة عربية وكلمة فرنسية وكلمة إنجليزية، فهنا تختلط لدي المعايير، يعني هون أنا عم شوه اللغات، يعني المتحدث يجب إما أن يتحدث باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية صافية بدون خلط.
أما من إيجابيات اللغة وهي كثيرة الكثير الكثير، أنا أتعلم لغة إذن أنا اكتسبت ثقافة أخرى، أنا اكتسبت خبرات أخرى، أنا فتحت أمامي آفاق كثيرة، أستطيع أن أتحدث مع أي إنسان في هذا العالم يتقن اللغة التي أتحدثها اللغة الأجنبية، وأستطيع أن أتعرف على حضارات وعادات شعوب أخرى غريبة عن مجتمعنا مثلا. فإيجابياتها كثيرة لتعلم اللغة، أما سلبياتها فليست بمستوى الإيجابيات، قليلة جدا يعني. يمكن سلبيات اليوم بدها مراقبة، وخاصة وقت اللي بنكون عم نحكي عن أطفال وقت اليوم وهم بسوق العمل. اليوم هي من أهم المعلومات بالسي في يعني اللغات طبعا. يعني ذكرتي نقطة حضرتك أنه نحن عندنا حاجز جليدي مع اللغات، فإذا رجعنا هيك شوي رغم كل الانفتاح والتكنولوجيا اللي حضرتك شبهتيها بالقرية الصغيرة، ولكن دائما بتلاقي الطلاب بيكرهوا اللغات يعني. اليوم نرجع هون للمنشأ، اليوم أنه أنت مع أنه يدخل بالمنهاج بالصفوف الأولى مثل ما نعم نشوف هلأ يعني طبعا. ممكن هذا الخوف بسبب تأخر بدخول اللغات الأجنبية على المنهاج؟ بتعرفي حضرتك يعني من علمني حرفا كنت له عبدا، فكيف إذا كان هذا المعلم من يعني يجذب الطلاب؟ ولكن الأمر صعب جدا لما بيكون المعلم هو من ينفر الطلاب من تعليم اللغة، فأنا أحب اللغة لأني أحب معلمي، فالأسلوب والطريقة هما السبب الرئيسي لاستقطاب الطالب لكي يتعلم اللغة. فلما يعني ممكن نتذكر نحن أنه معلمة المادة الفلانية كنت كثير بحبها، فأنا مبدعة أسماء على الآن بالذاكرة عنا يعني أكيد، فأنا مبدعة في هذا المجال، وعلى يعني وانا بهذا هي المناسبه كمان انا دخلت يعني هذا الفرع لاني احببت معلمتي، فهي السبب ولها الفضل، واوجه لها تحيه عبر شاشتكم الكريمه. ولكن مثلا عندما كما ذكرت انه اللغه هي عباره عن شيء اجباري، يجب ان تتقن اللغه، يجب ان تاخذ بها علامه ممتازه، فهنا الطالب ينفر والمتعلم ينفر. اما اذا اخذت اللغه هي عباره عن متعه ساتعلمها وساسافر ومثلا ساترجم ساصبح انسانا ثنائي اللغه ثلاثي اللغه، فهذا امر جدا يدفع الانسان ويحفزه كي يتعلم اللغه. تمام دكتوره، ذكرتي نقطه كثير مهمه عن الاسلوب وقديش اليوم فعلا هو ممكن ياثر على الطفل او الطالب لحتى يتلقى اي لغه جديده. طيب اليوم احنا شايفين اكيد عندنا كثير من الاشخاص يلي اليوم بيدرسوا لغات اجنبيه، بتلاقي الشخص بيحتار انه انا وين ممكن سجل، هون واحد كيف بده يختار الشخص المناسب لحتى يعلمه اللغه بشكل صحيح؟ يعني قصدك وين ممكن سجل اتعلم لغه؟ هلا يعني طبعا العروض كثيره في السوق، لانه بنشوف وجود دورات كثيره ومدرسين كثير، ممكن يكون اونلاين مثلا فالانسان العاقل هو يعرف اين يعني اين ساسجل. ما هناك ما يعني معاهد اكاديميات، لا يمكن ان نذكر مثلا هذا المعهد هو جدير بتعليم اللغه، لا حضرتك استاذه لغه عربيه؟ انا استاذه لغه فرنسيه. حلو. فلذلك انا لا اوجه يعني طلابنا بيسالوا انه ممكن اعمل دورات، لا هلا ممكن كل انسان يعتمد على نفسه، وانا يعني كأنت يعني ليش سالتك على الاستاذه بشو؟ لانه حضرتك عم تحكي بلغه كمان فصحى رغم انه عم ضوي على اهميه اللغات الاجنبيه. حافظتي على اللغه الام صحيح. اليوم انا كاتبه على فكره لقصص الاطفال باللغه العربيه الفصحى، واعتز بعربيتي، ومهما اتقنت هلا انا ممكن اتقن اللغه الفرنسيه كونها مهنتي، وتعلمت اللغه الروسيه وتعلمت اللغه الانجليزيه، لكن لا يعني لا بديل عن اللغة العربية. والشيء الذي يسقل تعليم اللغة الأم هو تعلم لغات أجنبية، يعني كيف أنا أعطي قيمة للغتي العربية من خلال تعلم لغة أخرى كي أقارنها مع لغتي العربية، وهنا يصبح لدي كفة راجحة، ولكن تبقى كفة اللغة العربية هي الراجحة في كل شيء لأنها لغة الأم، وأستطيع أن أعبر فيها أكثر من أن أعبر بأي لغة أجنبية أخرى. قبل ما نودك دكتورة منيرة، كيف علاقتك بطلابك؟ والله هذا السؤال تسألين طلابي، أنا بحب طلابي جدا، وأحب أي إنسان يتعلم لغة، وأحب الإنسان الطموح، وأحب كل إنسان يحب بلده ولغته بشكل عام. بدي لك يعطيكي ألف عافية وتحية لكل المدرسين والمدرسات، يعطيكم ألف عافية، عم شغلوا ضمن ظروف كتير صعبة يعني، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك الدكتورة منيرة خضر أستاذة في جامعة دمشق كلية الآداب، أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتورة، نورتي صباحنا.